لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. قال قبنط أنه اشترى حقوق العمل من كاتبي الأول مروان قاوس بعد أن عرض عليه أوراق رسمية وسندات تثبت ذلك. يبدو أن المنتجين بسام الملا ومحمد قبنط لن ينتظرا قرار القضاء للفصل بينهما بأحقية إنتاج الجزء العاشر من المسلسل. أبو قاسم يتزوج ويصبح عنده ولد. وائل شرف من المستحيل أن يرجع المسلسل حتى أنه أعطى المشتركين الخيزران التي كان يحملها معتز. قال الجراح أبو بدر: أتمنى أن يكون باب الحارة موجودا، لكن لا أعتقد أنه سيكون موجودا هذا الموسم. وعندما تكون الرغبة والإرادة موجودة يمكن اللحاق بتصوير العمل، وللعلم فإنه يحتاج لمئة يوم تصوير، وإن تم فتح كاميرتين نستطيع اللحاق موسم رمضان، ولكن أنا شبه متأكد أنه لن يكون برمضان 2018 وسيتم تصوير الجزئين معا لموسم 2019. الممثل بسام كوسة رفض العودة إلى المسلسل بعد أن طالبه القائمون على العمل بذلك. طرح المنتج فكرة خلق شخصية جديدة يؤديها بسام كوسة وتتمثل بشخصية شقيق الإدعشري، لكنه رفض ذلك. تمثيل شخصية شقيق الإدعشري سيأخذها الفنان سلوم حداد. مخرج الأجزاء القادمة سيكون المخرج ماجد قبراوي تحت إشراف المخرج بسام الملا. مدير الإنتاج عبد الرازق حوراني أبلغ الفنانين بالاستعداد للتصوير في شهر فبراير الثاني. سبب استبعاد سحر فوزي أو أم بشير بسبب إصابتها بكثر في العظام. حقوق الملكية كلها لدى ميسلون فيلم، لذلك لا يمكن إنتاج باب الحارة إلا من قبل هذه الشركة. من المحتمل أن يكون عابد فهد في باب الحارة بالجزء العاشر. ذهب الكاتب مصطفى الخاني للممثل عابد فهد لتمثيله في باب الحارة، وإذا مثل سيكون دوره مهم. إذا تأجل مسلسل باب الحارة الجزء العاشر إلى 2019 سيكون من المؤكد دخول الفنانة كندا حنا للمسلسل. الممثلون الذين عملوا مقابلات عن باب الحارة الجزء العاشر هم روبين عيسى، هدى الشعراء، ومحمد خير الجراح، وميلاد يوسف. رجوع وردة للمسلسل ولكن بشخصية أخرى. ابن أبو بدر سيرجع للمسلسل وأيضا بشخصية أخرى. سيكبر دور ابن أبو بدر ويكون بدور رئيسي في المسلسل، وهذا لرؤية شاب في مواقع التصوير يعتقد إنها لابن أبو بدر الجديد. فوزي تطلب وردة للزواج من بدر فتقبل وردة، ولكن في الجزء العاشر لا يحصل أي شيء. في آخر حلقة من باب الحارة من المتوقع أنه سينتهي الاحتلال. سيكون للحارة زعيم مع بداية المسلسل. ستكون أحداث باب الحارة مثل الجزء الأول إلى الجزء الخامس. سيظهر ضابط جديد في باب الحارة ويكون هو قائد الجيش الفرنسي في الشام. أبو عصام قرأ النص كامل ولكن لن يخبر أحد بما فيه. سيتزوج النمس في آخر حلقات باب الحارة. كثير من الناس تنشر أغنية لباب الحارة ويقولون أنها شارة باب الحارة الجديدة. من يدعي ذلك فهو كاذب، لأنه لا يوجد أي كلام رسمي عن ذلك. بعض القنوات تقول أن شارة باب الحارة ستتغير، ولكن هذا الكلام لم يتم إثبات صحته ولا خطأه. كان قبنط سيغير الشارة ولكن رجع بسام الملا، فلا نعرف من سينفذ كلامه. لا داعي كل مرة نتكلم عن معتز وأبو الشاب، لأننا متأكدون أنهم لن يرجعوا للمسلسل أبدا. هناك حديث على شبكات التواصل الاجتماعي عن وجود خلاف بين المنتج بسام الملا والنجم عباس النوري، ولكن قال الحوراني لا صحة مطلقة لهذا الكلام ولا يوجد أي خلاف بينهما. قال الحوراني على الأرجح سيكون بعد شهر رمضان مبارك، حيث أن النص لم ينتهي بعد ولكن كل شيء ممكن. كشف الكاتب مازن طه عن بدء مشروعه الجديد بعنوان باب توما، وهو مسلسل درامي ل 2019 سيكون من تأليفه بالشراكة مع زوجته نور شيشكلي. علم موقع سيدة نت أن المنتج بسام الملا حسم موضوع عودة أبو الشاب إلى المسلسل بصورة نهائية بالتأكيد على أن الشخصية انتهت بالموت. ست النمس سيختفي دورها. نساء عصام شخصيتهم ستتغير وأولاده أيضا. من المحتمل عودة الفنانة ليلى الأطرش للمسلسل، لأنها في هذا الموسم لم تشارك في الكثير من المسلسلات. سينتهي دور السينما التي كان يذهب إليها عصام كثيرا. لن تكن دراجة عصام موجودة في باب الحارة الجزء العاشر. سعيد يرجع لشغله القديم كطيان. شارك في التصويت، من تتوقع أقوى، فوزي أم أبو بدر؟ سيتم بناء مدرسة لتعليم الأطفال، منهم بنات عصام سيشاركون في هذه المدرسة. قاعود سيموت في باب الحارة الجزء العاشر. قلت لكم في الفيديوهات السابقة أنه سيدخل عائلة لبنانية ومصرية، ولكن رجع بسام الملا، فلا نعلم إذا كان محمد قبنط سينفذ كلامه بدخول هاتين العائلتين أم أنه لن يدخل أحد. سيتم إدخال حارة جديدة، ومن المحتمل أن يكون هناك خلافات مثل الأجزاء الأولى. سيتم إدخال جاسوس للحارة. سينتهي دور جولي. دلال ستعود للملاية. من الممكن تغيير أسس كبيرة ودخول ناس كثيرة. من المتوقع انخفاض التكنولوجيا في باب الحارة الجزء العاشر مثل دراجة أبو عصام والسيارات. ابن أبو حاتم سيكبر ويصبح صاحب قهوة.
شعار باب الحارة لن يكون أبو عصام أو أم عصام مثل الأجزاء السابقة. أم عصام لم تأخذ دورا مهما في هذا الجزء. سمع سيعود إلى طبيعته وسيكون رفيقا لمعتز. في أول حلقة من باب الحارة سيتم حصار الحارة، لأن في آخر حلقة من باب الحارة الجزء التاسع مات الكوماندان فيصبح كوماندان جديد، ولكن الحصار لن يبقى كثيرا كما حدث في الجزء الثالث أو الرابع. من المتوقع أنه سيتم تغيير شخصية أبو جودة لشخصية أخرى، وذلك لأنه في هذا الموسم صرح بأنه لا يملك الكثير من الأعمال. عائلة أبو ظافر ستختفي تماما من في الجزء العاشر، خاطر سيرجع إلى كاري القديم وهو النحاس. من المتوقع أن لا يكمل تنكا في باب الحارة الجزء العاشر. باب الحارة هذا الجزء أجمل من الأجزاء السابقة. بعد أسبوع من الآن سيتم نشر الحقيقة الكاملة وراء هل سيتم تأجيل باب الحارة أم لا. لذلك إذا كنت تهتم بهذا الخبر اضغط على زر اشتراك واضغط على زر الجرس حتى تكون أول من يتابع هذا الخبر. ونحن في هذا الوقت سنحاول التواصل مع المجلات المهمة التي تهتم بمواضيع باب الحارة مثل مجلة سيدة